والثناء عليه والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد فان محل القراءه اليوم من كتاب الطهاره من كتاب فتح القريب المجيب شرح ألفاظ التقريب ونقرأ اليوم فروض الوضوء وسننه من متن سيدنا القاضي أبي شجاع والشرح كما هو معلوم فتح القريب المجيب لسيدنا الشيخ محمد محمد ابن قاسم الغزي وليس الغزي محمد بن قاسم الغزي على الجميع رضوان الله وعنا معهم يا رب العالمين. يقول سيدنا القاضي ابو شجاع فصل في فروض الوضوء وسننه وفروض الوضوء سته اشياء وعند الوقف وفروض الوضوء سته اشياء. الاول من هذه الفروض الست: النية عند غسل الوجه. وثانيا: غسل الوجه. ونتوقف امام هذين الركنين لنقرا شرحهما في فتح القريب المجيب. بدا سيدنا محمد بن قاسم الغزي يعرف الوضوء فقال وهو بضم الواو في الاشهر الوضوء واذا قرانا الوضوء على اللغه المشهوره فيكون المراد به اسم للفعل للفعل لحركات الإنسان التي من خلالها باستعمال بعض جوارحه يجري أو يسيل ماء الوضوء على الأعضاء محل الوضوء اسم للفعل لو قرأنا الوضوء بضم الواو ولو قرأناها الواضوء يصير المعنى المادة المستخدمة في الوضوء. والمادة المستخدمة في الوضوء معلوم بداهة انها الباء. ولذلك قال وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به. وقريب من هذا المعنى الطهور والطهور. الطهور شطر الايمان. فعل الطهارة. واما الطهور اسم ايضا لما يتطهر به وقريب من هذا ايضا السحور والسحور فالسحور اسم للفعل والسحور اسم للماده التي تكون طعاما لسحور المؤمن الوضوء اسم لما يتوضأ به ويشتمل الاول اللي هو الوضوء اللي هو اسم للفعل الوضوء احنا الآن سننحي المعنى الثاني جانبا لأن معناه ينتهي عند أن الوضوء اسم للماء المستخدم في هذا الوضوء وقضي الأمر وشرط صحة الوضوء كما نقرأ وكما قال ابن قدامة في المغني أن يكون بماء مطلق هذا ما يخص الذي يتوضأ به الذي يتوضأ به أما ما يخص الفعل فتلك محل الدراسة من المات ومن الشرح بإذن الله عز وجل لذلك قال شيخنا ويشتمل الأول اللي هو الوضوء اللي هو اسم للفعل يشتمل على فروض وسنن لأن هذه الأفعال التي يتكون منها الوضوء إما أن تكون أفعالا على سبيل الواجبات والفرائض والأركان وإما أن تكون أفعالا على سبيل المندوبات والمستحبات والكل يجتمع في تكوين ماهية أو حقيقة الوضوء أيضا إذا أردنا أن نقرب المعنى قريب من هذا حقيقة الصلاة الشرعية فإنها تشتمل على أركان وعلى أبعاض وعلى هيئات من خلال هذه الأركان والهيئات والأبعاض يتكون لنا عنوان اسمه صفة الصلاة ولعلكم تقرؤون كتابا في السوق من سنين عددا لشيخنا يرحمه الله الشيخ محمد الألباني بصفة الصلاة كما كما رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جعلنا أقول ذلك قول شيخنا محمد بن قاسم الغزي ويشتمل الأول اللي هو, لضوء اللي هو أفعال الوضوء على فرائض أو على فروض وسنن وذكر المصنف الفروض في قوله وفروض الوضوء ستة أشياء طبعا من علامات الترقيم اذا كان الشيء مكون من اجزاء بتاخد نقطتين وتبدا في تعداد هذه الاجزاء ده معروف عند علماء اللغه العربيه وعلامات الترقيم على وجه الخصوص ولذلك وجدنا نقطتين في عند قوله سواء في المتن فوق او في الشرح وفروض الوضوء سته اشياء اذا وجدت النقطتين بعد ايات عباره تعلم ان العباره هذه تتكون من عده امور او من عده اجزاء الجزء الاول من الاجزاء التي يتكون منها فروض الوضوء احدها النيه النيه لغه القصد ومعنى القصد يعني عمل قلبي عمل قلبي لا شأن لجارحة اللسان به وإنما هو أمر من اختصاص القلب وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله ده النية وحقيقتها الشرعية القصد يترجم عنه بعمل خارجي يعبر عنه بالفعل فإذا اجتمع القصد والفعل كون حقيقة الايه؟ النية الشرعية النية الشرعية قصد الشيء مقترنا بفعله أما إذا اقتصر الأمر على مجرد القصد وكان القصد هذا عاريا عن التنفيذ أو عن العمل وإنما سيوجد بعده فإن هذا يسمى عزما يسمى عزما واظن ان هناك ما يسمى بالهم وهناك ما يسمى بالخواطر او الخاطره فالهم ادنى مرتبه من العزم اما العزم فهو توطين القلب نحو امر معين العزم توطين القلب او اعتقاد القلب او ركون القلب الى امر معين هذا العزم بالمناسبه يكون محلا مجرد العزم خاليا عن الفعل يمكن ان يكون محلا للثواب واذا كان ايجابيا ويكون محلا للعقاب اذا كان سلبيا ومثال العزم الايجابي الذي يكون محلا للثواب عن طريق القياس الجلي او الاولوي ان الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنه ولم يعملها فاذا كان الهم الذي هو ادنى مرتبه من العزم يثاب صاحبه عليه فأولى بذلك الشيء الذي استقر في القلب واطمأن القلب إليه وركن القلب إليه اللي هو المسمى بالعزم أيضا نفس الحديث يحمل الهم السلبية الذي يكون محل للعقاب والعزم ورد في حديث وارد عن سيدنا محمد رسول الله هذا الحديث ايها الاحبه جعلني افتي في لقاءات اعلاميه مرئيه بان التسرع باطلاق لفظ الشهاده على من يموت من الجانبين في المظاهرات هذا امر يجب التوقف فيه ولا نسمح لانفسنا بهذا الامر لماذا لأن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وده المثال العزم السلبي محل للعقاب اذا التقى المسلمان بسيفيهما تسمعون؟ فالقاتل والمقتول في النار الضحية تتساوى مع الجاني في كونهما من اهل النار وغضب الجبار وبئس القرار حيازا بالله عز وجل ليه الضحيه تساوت بالجاني سئل عن ذلك سيدنا النبي يا رسول الله هذا القاتل العقل والمنطق والعرف والشرع لا ينازع في ان القاتل في النار فاما المقتول يعني يبوء بالخستين وينال الرزيلتين قتل وحرمان من الحياه ومصيره النار ايضا فاجاب عن ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم قائلا اما المقتول فكان عازما على قتل صاحبه ده مثال للعزم السلبي الذي يكون محلا لمين محلا للعقاب الذي جرنا الى ذلك تعريف النيه والقصد القلبي ها والقصد القلبي اما ان يكون معززا بفعل او اما ان يكون عاليا عن الفعل فان كان معززا بفعل وقت وجود القصد سمي هذا نيه مش كده معي وان لم يكن معززا بفعل وتراخى الفعل عن القصد القلبي فذلك يسمى ايه يسمى عزما النيه وأظن أن السادة الأحناف ونحن نعلم أن من لهم الولايات على هذا المكان أحناف ويتعبدون الله على مذهب الأحناف وما أخبرني بذلك أحد إلا وقد سمعت من أول مرة تشفيع الإقامة أي كونها شفعا ونحن نعلم أن الأذان عندنا الشافعية هو الشفع والإقامة وتر إلا الإقامة فلما شفعوا الاقامه علمت انهم يعبدون الله على مذهب الاحناف ما الذي جعلنا اقول ذلك ونحن نتعرض عن النيه ان النيه في العبادات سنه عند الاحناف وليست بامر واجب على خلاف الجمهور فانهم يرون ان النيه واجبه لصحه الفعل الذي قصده القلب و ترجمت الجوارح الظاهرة عن الشيء المستكن في القلب والذي ركن إليه وقصده والكل خارج من عباءة دليل واحد الذي ذهب إلى ندبية النية والذي ذهب إلى وجوب أو ركنية النية استخدم الكل دليلا واحدا صدر به سيدنا الإمام البخاري صحيحة هو الحديث المشهور المروي عن سيدنا ومشهور فعلا. يعني مشهور؟ يعني الاحناف يقسمون الاحاديث بالنسبه الى سندها الى ثلاثه اقسام متواتر مستفيض او مشهور وآحاد. فانا قلت حديث مشهور هو مشهور بالمنهج العلمي حديث مشهور بالمعنى المتعارف عليه عند الاحناف. الحديث المشهور لأنه مروا في أول طبقة من طبقاتها عن طريق الأحاد ثم تواتر في الطبقات الأخرى التي جاءت بعد ذلك فتلكم معنى الحديث المشهور إنما المتواتر من أول سلسلة إلى منتهى السلسلة جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على أو عن الكذب ألستم معي؟ إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات الأحناف يتأولون ويقولون انما كمال الاعمال بالنيات والجمهور يتاولون ويقدرون المحذوف انما صحه الاعمال بالنيات ايا كان هذا الامر ولذلك لو درست اللباب ولا الاختيار عند الاحناف ولا الهدايه ولا أي ولا يا سيدي اللهم صل على محمد الاختيار في تعليل المختار ده اسماء كتب عندكم ولا بداع الصناع في ترتيب الشرائع ولا تبيين الحقائق ولا البحر الرائق لو قرأت أي واحد من هذه الكتب عند الأحناف في باب الوضوء لا تجد أئمتنا أهل العلم الأحنافي يذكرون النية كركن من أركان الوضوء. وانما يبداون بالاركان الاربعه المنصوص عليها في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين لكي لا نطيل تكون النيه وقت النيه تكون النيه عند غسل اول جزء من الوجه وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه ستبدأ الوجه من الأعلى تكون موجودة عند غسلك للجزء الأعلى تبدأ الوجه من الأسفل تكون النية موجودة عند يعني أول جزء مغسول تبدأ به من الوجه لا بد أن تكون النية مقترنة بهذا الفعل فإن تراخت عن هذا الركن عد هذا الركن باطلا عد هذا الركن باطلا ماذا يبدأون من الوجه من ليس من البداية النية قبل ما يعني أثناء ما شوف شوف يا سيدي أنت لو لم تتسرع لجاءك رزقك من غير سؤال منك الله يفتح عليك يقولون فإن رزقك أدرى بعنوانك منك كما يقول فضيلة الإمام سيدنا الشيخ شعراوي فإن رزق الإنسان أضرب بعنوانه من نفسه لو أنت تركت الفرصة للشيخ لكنت قائلا لك بعد وقت قريب جدا من هذا السؤال إن الوقت في للنية عندنا وقتان وقت وجوبي ووقت ندبي وقت وجوبي ووقت ندبي الوقت الندبي يبدأ يبدأ, يبدأ من المضمضة والاستنشاق بل ويبدا من غسل الكفين كما امر بذلك سيدنا محمد رسول الله يبقى استحبوا ان تكون النية موجودة عند هذه السنن عند هذه الايه؟ فان لم توجد عند هذه السنن فلا يعتبرون فعلها باطلا ولا يوجبون اعادتها بعد وجود النية عندها مرة اخرى ولا يسقطون الثواب عنها الممنون على المتوضئ به من الله عز وجل ده معنى الوقت الندبي للنية اما الوقت الايجابي هو الذي اذا لم توجد النية عنده كان الوضوء باطلا او كان غسل هذا العضو من اعضاء الوضوء عاري عن النية يعتبر لا يعتد بهذا الايه بهذا الغسل فالشافعيه قالوا هذا الامر وجعلوا كما قلت مجيبا عن السؤال للنيه وقتان احدهما وقت وجوبي والاخر وقت ندبي مثاله ايها السائل الحبيب وقت اخراج صدقه الفطر لها وقتان وقت جوازي ووقت وجوبي فأما الوقت الوجوبي فهو بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان وبدخول أول جزء من ليلة شوال والوقت الندبي محل خلاف بين العلماء فالأحناف يجعلون وقتها الجوازية داخلا بأول ليلة من ليالي رمضان والشافعية يجعلون وقت إخراج صدقة الفطر الندبي بدخول النصف الثاني من شهر رمضان يعني يوم السادس عشر والحنابلة جعل الوقت الندبي لإخراج صدقة الفطر يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين أي قبل العيد بيوم أو بيومين أو بثلاث وثلاث من عندنا يعني بيوم أو بيوم أو بيومين فإذا في وقت وجوبي وقت إيه ندبي معنى الندبي إنية وجدت يبقى أنت منفذ لما كان عليه أمر سيدنا النبي النية لم توجد لا يترتب على عدمها بطلان هذا الفعل الذي فعلته بدون نية أما الوقت الوجوبي معناه إن لم توجد النية ساعة إذ فيكون العمل الذي قمت به من غير نية أو من غير أن توجد له النية يعد أمرا غير معتد به وأمرا باطلا يعني نواصل يا سيدي وتكون النية عند غسل يبقى اذا سيدنا الشيخ محمد بن قاسم تكلم عن الوقت الوجوبي للنية وذلك لا يمنع حديثه عن الوقت الايه الندبي انما تركه للمطولات وللمبسوطات فهو شرحه يعني وجيز جدا ينفع لمن كان مثلنا وحاله اضعف من غيره في فهم الماده العلميه آه وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه لا بجميع الوجه إذ أن مرضي لك النية فيه استصحاب لها حقيقي ولها استصحاب حكمي استصحاب حقيقي يعني تظل موجودة من ألف الوضوء إلى ياء الوضوء استصحاب حقيقي والقصد يظل موجودا في القلب لا يغيب عنه ساعة أو أو ثانية من ثواني الزمن التي تستغرق فيها الوضوء. لأصحاب الحكم لا لازم, لازم أن يوجد القصد من ألف فروض الوضوء إلى يائه. إنما يكفي ألا يوجد مناف للنية. ألا يوجد مناف قاطع للنية. فإن لم يوجد مناف ده اسمه الاستصحاب الايه؟ الحكمي الاستصحاب الحكمي وفي استصحاب قراناها يا سيدنا في الاقناع استصحاب ذكري ذكري اي من الذكر هنا كده هكذا ضربتها البيرمي الخطيب في شرحه للاقناع في حل الفاظ ابي يقول استصحاب ذكري واستصحاب حكمي وذكري اي من الذكر اي من الايه؟ من الذكر طيب يا سيدي أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه ولا بما قبله ولا بما بعده لي ولا بما قبله مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه ولا بما قبله عاوز يقول ولا بما قبله أي على سبيل الوجوب إنما لا يمنع أن تكون موجودة بما قبل هذا الجزء عند المضمضة والتنشاق وسائر المسنونات على سبيل الندب ولا بما بعده لأنها إن وجدت بعد غسل أول جزء من الوجه وقع غسل الوجه باطلا لأن يجب أن تكون موجودة عند غسل جميع الإيه الوجه لم يعتد بالجزء الذي غسل من الوجه والنية لم تكن موجودة أي ولا بما بعده فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر عند غسل ما ذكر عن إيه عند غسل أول جزء من الوجه أي عند غسل ما ذكر فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه. ينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه، لماذا لم يقل ينوي رفع الحدث؟ ولا رفع حدث نكر الحدث ثم بعد ذلك جمع معناها إحنا عاوزين نسأل بعضنا عشان نفهم بس العبارة معناها الأحداث متعددة؟ أيوه يقول لك الأحداث متعددة آه الحمد لله الأحداث متعددة بإيه؟ لما يقول لك نواقض الوضوء نواقض الوضوء كيت وكيت وكيت كيت فيعدون الناقض الواحد حدث حدث نتج عنه نقض الوضوء ها؟ يبقى رفع حدثه بسبب النوم مثلا رفع حدثه بسبب ما خرج من السبيلين أو أحدهما رفع حدثه أدي رفع حدث من أحداثه. ما وهلم جرا الله يفتح عليك. يفيان والمتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه ولذلك في عبارة ثانية عند الشافعي باب أسباب الحدث. باب أسباب الحدث. يعني الحدث له أسباب متعددة. فيقيمون السبب مقام الحدث نفسه ويعددون الأحداث. بغير ذلك نستطيع ان نفهم عباره شيخنا لما قال فينو حينما قال فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من احداثه اذا نوى ذلك هذه نيه مجزئه او ينوي استباحه مفتقر الى وضوء سواء الاستباحه مفتقر الى وضوء، الصلاه تفتقر الى وضوء مس المصحف يفتقر الى وضوء الطواف ببيت الله عز وجل مفتقر الى وضوء ينوي استباحه الفعل الذي لا يستباح الا بالطهاره او ينوي استبا... استباحه مفتقر الى وضوء او ينوي فرض الوضوء او ينوي فرض الوضوء او الوضوء فقط الوضوء اعم من فرض الوضوء لأن الوضوء يشمل واجباته وسننه إنما فرض الوضوء أن ينوي فرض معنى كده لما قلت لك الوقت الجواز للنيه أو الوقت الندبي للنيه عند مسنونات الوضوء الغسل كفيل والمضمضة والاستنشاق معنى ذلك لو أنك نويت فرض الوضوء إذا عند فعلك لسننه لم تنويها ورغم عدم نيتك لها فجاء الوضوء صحيحا يبقى لا يغتفر فقد النيات عند اي فرض من فرائض الوضوء وانما يغتفر عدم وجود النيات عند الافعال التي تعد سننا للوضوء ذلك ماخوذ من قول شيخنا او ينوي فرض الوضوء ده كلام خاص او ينوي الوضوء وفقط فقط يشمل زي ما قلنا اركان وسننه او الطهاره عن الحدث لان اثر الفعل الطهاره اثر فعل الوضوء الايه؟ الطهاره او الطهاره عن الحدث فان لم يقل عن الحدث لم يصح لما قال الطهاره وخلاص طهاره من ايه؟ فلازم يقيد الطهاره بكونها عن ايه؟ عن حدث او الطهاره عن الحدث فان لم يقل لان الوضوء المجدد طهاره الوضوء المجدد يصدق عليه انه طهاره كده ورغم ذلك ليس عن حدث ليس عن حدث فليس كل وضوء يكون ناجما او افضى اليه حدث في وضوء يفضي اليه حدث او يتسبب عنه الحدث او في حدث وفي هضوء لا يكون عن ايه عن حدث كالضوء الايه المجدد وحينئذ لا لا وهو حينئذ يصدق عليه انه طهاره انه ايه فلو قال طهاره او الطهاره فقط يبقى دخل الوضوء الايه المجدد وبينما وضوء قد يكون مجددا وانما قد يكون عن ايه عن حدث فلازم فلا بد ان يقيد الحدث الذي يريد رفعه فيقول او الطهارات عن الحدث فان لم يقل عن الحدث لم يصح واذا نوى ما يعتبر من هذه النيات ايه ما يعتبر؟ واحد يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم غسل رفع حدث استباحه مفتقر الى وضوء فرض الوضوء الوضوء الطهاره عن الحدث نوى نيه من هذه النيات عاوز اقول لك كده واذا نوى ما يعتبر من هذه النيات ما يعتبر شرعا وانها نيه صحيحه سليمه واذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظف او تبرد صح وضوءه صح ايه؟ يعني المعول عليه وجود نية من النيات المعتبرة للوضوء وال وكانت النية هي الأصلة جاءت بعض النية الأصلية نية تبعية نية احتياطية نية غير مقصودة زي إيه نية تنظف هو من 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 الفجر إلى الظهر لم يكن في خلال هذا الوقت وضوء وهو قد سعى وسار ومشي ومسك القلم وكتب درس على الصبور أو التبشير باللغة المصرية أو أو يعني معناها أعضاؤه تدنست أو توسخت أو تقزرت عفاكم الله فحينما ندير صلاة الظهر نوى بوضوئه رفع الحدث ونوى إزالة القاذورات التي علقت بهذه الأعضاء لكن سبق هذه النية الثانية نية أولى لرفع الحدث ده التشريك في النية لا يمنع صحة العبادة زي ما الشيخ محمد فهمي عنده دين للشيخ نور أو العكس وظل المدين غائبا عن الدائن مدة من الزمن وكان المدين متعمدا أن يغيب هذه المدة حتى لا يراه الدائن فكل شوية يجرفه ويهدده بالمطالبة بالدين فحينما رأى المدين دائنه وكان لسه ما صلاش الظهر راه الساعة 2 بين الظهر والعصر ولسه ما صلاش هو ما كانش في همه ان هو يصلي الان لما الله اكبر نوى الدخول في الصلاة نوى الصلاة ولكن نوى معها دفع الغريم دفع دفع المطالبة من قبل الغريم فتقريبا اهل العلم يقولون بصحه الصلاه التي وجد مع نيتها وهي النيه الاصليه نيات اخرى هي نيه دفع الطلب الغريب نيه الطلب الغريب واحد برضه في الطواف البيت واحد نسى على الطواف بتاعه ربع ساعة أو نصف ساعة أو واحد يتسامر قبل الطواف، هوب طاف بناظريه فوجد دائنه أقبل عليه راح بسرعة البرق واقف عند الحجر الأسود ونويت الطواف وبعد يطوف عشان يتوه من الصفوف علشان المدين ما يطلبوش بالدين <applause> الذي عليه يبقى وقع طوافه مجزئا شرعا سواء كان طواف آه قدوم أو طواف ركن أو طواف وداع أو طواف نسك أو طواف تطوع أو 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 تبرع خدت بالك معايا؟ فآدي أمثلة لنية أخرى وجدت مع العبادة لكن كانت النية هنا الأخرى تبعية ثانوية ما الثانوية على المدرسة الثانوية أو الإعدادية لا ثانوية يعني ليست أصلية وهي احتياطية فذلك لا يمنع من أن تصح العبادة التي وجدت معها هذه النية الاحتياطية الآن دخلنا على فصل الصيف وفصل الصيف في مصرنا أصبح لا يختلف عن دول الخليج في الحرارة منذ ثمان سنوات والموضوع بقى زي بعضه بقينا في الهم سوا في الهم سوا الهم هو ارتفاع الحرارة فالشيخ نور متوضئ وجه يتوضأ لصلاة الظهر عن وضوء انتقض من صلاة الفجر ونوى مع الوضوء لصلاة الظهر أن يحصل لجسده براد نوى التبرد أن يلطف بماء الوضوء درجة حرارة الجو عنده فهذا تشريك في النية يجوز الوضوء مع وجود هذه النية التي وجدت مع نية الوضوء الأصلية وشرك معه نية تنظف او تبرد او تبرد صح وضوءه هذا هو الركن الاول باختصار شديد من اركان الوضوء السته وهو النيه الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي اللي اتوضى كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله, الله, الله على الازهر الله, الله الله اكبر من الدنيا كمن واكثر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها وكفيها الله الله